شو جنى حلياني؟ شو عامله بحالك؟ شكرا. كنكم ناقصين. مشاعل؟ مشاعل عندها مناوبة بالمستشفى. ما شاء الله. وام طلال وينها؟ ام طلال غادة بعد في المستشفى. ما شاء الله، عندها مناوبة بعد؟ لا لا، هي يعني جاها وجع في راسها، فحبينا والله تروح وتشيك على الضغط. ما ترى باس ان شاء الله. سبحان الله، ما ارتفع الضغط الا الليله. لا هو ابوي قصده وشو؟ ان هي يعني شك ان فيها ضغط ولا شيء، وعشان نطمن على صحتها. الحمد لله امورها طيبه، ما فيها الا العافيه. لا لا الحمد لله، والسكر مستقر، اللهم لك الحمد، يعني تشيكه كامله. ايه هي بس غاده بتخاف على صحتها شوي، انه بزياده. أمك ورا ما جت يا طلال؟ يا لطيفة، إحنا جينا البيوت مع أبوابها، وإذا الله ما كتب نصيب بيني وبينك، إحنا يمدينا نكون سبب للفرح بين هالبنية وبين هالوليد. ما شاء الله. وشلون تشوف شكل الفرح يا أستاذ راشد؟ إحنا جايين نطلب إيد جنى لطلال. عفواً، أنت شو تصيرين للعريس؟ شو صنتي؟ أنا ليش أحس أنك مستغربة؟ ما أدري قالت لك جنى ولا لا؟ ما علمتك؟ إلا علمتن، بس الأصول ما ينزع منه. ليش الوالدة ما جت معك؟ وشو اللي جايب مرتبوك؟ إلا إذا... إلا إذا وشو؟ إلا إذا هي ما هي موافقة. لا لا، إن شاء الله أنها بتكون معنا في الزيارة الجاية. الحين بس يعني نتكلم في شوية أمور وبعدين ما حيصير بيننا كلام. يا لطيف الله يهديك، احنا جايين نتفاهم وان شاء الله ان هالموضوع بيتم على خير. عفوا، قبل وش قلتي جمله؟ قلت نحن جايين نطلب ايد جنى لطلال. وانا اقول ما عندنا بنات للزواج، وزارتنا البركه. انت كيف تسوين كذا؟ كيف تقولين لهم حنا مو موافقين؟ ليه؟ انتي مين عشان تاخذين قرارات عني؟ ولا تبين تنتقمين من راشد على حساب حياتي انا؟ انتبهي وثمني حكيك وانتي تحكين معي، انتبهي لا تغلطين. ابي اغلط. يوم تغلطين بحقي حغلط. ودامك تشوفين دفاعي عن الشخص اللي احبه غلط، فايه ابي اغلط. الله اكبر، يا الشخص اللي تحبينه وجاي تنبحين عشانه. طلع جبان ما هو برجال. ليه جبان؟ ليه قاعده تقولين عنه كذا؟ وش سوى؟ هو قال بجيب أهلي واجي أخطبك، وجابهم كلهم هنا لين عندك. إيه؟ وين أمه؟ وأنتي وش تبين بأمه؟ ولا كذا الموضوع تكسير راسه بس؟ يا أخي اعتبريها ماتت. بيتها ماتت، المشكلة طول ما هي بعايشة ما حتخليكي تتزوجين ولدها. كيف ما بيتزوجني هو كان هنا؟ جاب أهله قدام الكل وقال أبي أخطب جنى. خلاص تتحكمين بحياتي يكفي. تدرين الوحيدة اللي فهمت لك صح هي جود، لأنها شالت عفشها ومشت. وأبشرك قريب أنا بسوي نفسها، ما حقعد لك في هذا البيت، بنفك منك ومن ظلمك. غادة كانت عندي. إي نعم كانت عندي، جتني البيت اليوم وهددتني وقالت لو جنى اتزوجته بيصير مصيرها مصير زوجاتها الثنتين. تعرفين وش مصير زوجاتها اللي قبل؟ وش مصيرهم؟ عشان طلقهم؟ على الأقل هو طلقهم، ما هم على ذمته. مو مثلك أنت اللي كنتي تبين تتزوجين رجال متزوج حرمتين. افهمي يا جنى، انت ما قاعده. ما راح افهم الا شيء واحد، انك خربتي علي فرحتي، وانا ماني مسامحتك ابد. اللي عندي قلته، الزواج هذا ما حيتم الا ان جت ام طلال وخطبتك بنفسها. اصلا شلون ترضين على نفسك تاخذين رجل امه ما تبيك؟ ولو يحبك صدق خليه يروح يقنع امه. شوفي يا بنتي، ان صار هالزواج غصب علينا بيصير له كم شهر هم انت بتطلقين مثلك مثل الثانيات ذوليك، وانا مستحيل ادخلك في ذا المتاهات. فاهمة ولا أعيد؟ وش ذا الكلام يا جنى؟ الحين مو أنت تقولين تعال مع أهلك علشان تخطبني، آخرتها عمتك ما توافق وفوق كذا تطردنا؟ ترى احنا ما اتفقنا على كذا. ولا اتفقنا أن أمك تروح تلف من وراك وتروح لعمتي وتهددها؟ أمي؟ إي نعم أمك. قبل لا تجون عندنا راحت عند عمتي وهددتها، وقالت لها لو تبين تحمين بنت أخوك ارفضي، عشان لا يكون مصيرها نفس مصير زوجها طلال اللي طلقهم. جنى ايش قاعده تقولين؟ طلال، انا للحين ما قلت شيء. ترى انا ما همني اللي سوته امك، بس كل اللي همي انت وش بتسوي. وش تبين اكثر من كذا؟ انت اللي طلبتيني اسويه سويته، جيت مع اهلي. جيب امك
لو تبيني من جد جيب امك اللي تخطبني. جنى انا ماني بس عشان تقولي لي كل شوي تجيب امك امك امك، ذبحتيني انا اعرف ايش تسوي. ترى امك مستحيل تخلينا في حالنا، وعمتي ما راح توافق. المستحيل ان امي تيجي معي ونخطبك، ناسي وش بينهم انت. لو صدقتي بيني اقنعها. وش اقنع؟ اقنع امي؟ امي راسها يابس والله العظيم ما راح تقتنع. انا اللي عارفه انك لو بغيت راح تقنعها، ولو ما قدرت تقنعها هذه راح تكون نهايه قصتنا. انت ما تتركين عنك هذه الحركات السخيفه. بتجلسين تنتظرينه كذا واجد؟ عندي امل 1% ان يقنع امه ويتصل. انا نفسي بس مره واحده هذه الحياه توقف معي. ودائمك تعرفين ان الشر ذا مستحيل، ليش طلبتي منه؟ ما عندي حل ثاني. وش هذه النظره؟ خايفه اني اتزوج طلال وبدر يتركك؟ النظره هذه معناها اني خايفه عليك من اللي بيصير بعد الانتظار.